شكرا دكتور جورج جبور ايضا الذي عرفته على امتداد يعني 4 عقود من النضال المستمر. واود ان اقول بان المناضل المرحوم عبد الرحمن نعيمي سعيد سيف الذي يمكن ارتبط كل الحاضرين ارتبطوا معه بعلاقات وصداقات ووحدنا او توحدنا في حول هذا المفهوم الانساني القومي الوطني ايضا اليوم مره اخرى يوحدنا فيها وهو في العالم الاخر في هذه الندوه واللي اعتقد هي مفارقه هي علامه فارقه انا في اعتقادي في هذا الحوار حول هذه القضايا المهمه. ويحضرني هنا مقارنة بسيطة يعني قبل فقط 10 أيام كنت في الدوحة في المركز المؤتمر الثالث للمؤتمر أو المركز القومي أو أعتقد المركز العربي للسياسات والاستراتيجية في الدوحة وبعض من شاركوا هنا حاضرين قليلين والمفارقة كانت أنها كان هناك حشد من 200 من البحاثة والأكاديميين وال من الشرق إلى الغرب حول مستقبل الخليج في الاقتصادي والسياسي في ضوء المتغيرات العربية الإقليمية والدولية وكتبت مقال بكرة سينشر في الوسط اللي هي البحرينية في صفحة الرأي الذي فجعني هو أن مثقفين وأكاديميين أو كلهم قدامهم دال ومتخرجين من هارفارد ومن غيره وغيره يسوغون مفاهيم مش بس مغلوطة كاذبة وغيره يعني من المفاهيم التي طرحت هو أن عدونا هو إيران وصديقنا هي أمريكا وبعضهم عاتب يساريين أن إيران ليش تنسحب أمريكا من الساحة مفروض تكون موجودة في الساحة وواحد قال نحتاج إلى استراتيجية عربية سنية في مواجهة الخطر الداهم يعني هناك مثقفين مزورين ومش كلهم طبعا وهنا فعلا في ناس مثقفين يجتهدون لهم ضميرهم مهما اختلفنا في وجهات نظرهم. بالنسبة إلى هذا المنتدى الحقيقة هذا مع معي رفيقي رضي الموسوي وكانت هناك في لجنة للإعداد إلى هذا على مدى 6 أشهر أكيد هناك في نواقص غيره لكن نحن اجتهدنا في مخاطبة العديدين بعضهم يمكن هذا ما كان عندنا قاعدة معلومات حول عناوينهم لكن اجتهدنا حاولنا من المشرق إلى المغرب ولكن البعض اعتذر في آخر لحظة اعتذارات أحيانا تجي أمس مدري أول أمس هذا لا يجوز الأوراق ظلت تؤجل وتمطمط وإحنا نلح على أصحاب الأوراق إنه اكتبوا أوراقكم بكرة وبعده على كل حال يعني إحنا من خلال لا مش قضية الفلوس لا مش قضية الفلوس رجاء لا حد يتدخل زين بعدين يرد الآن هذا المنتدى ليس بالكامل من أحد المشكلات التي طبعا لوحظت أو طرحت هو غياب الشباب والمرأة وهذا واقع هذا تقصير نعترف به ولكن كثير من الشباب يتهيبون ونحن نقول لهم في المرة يعني نحاول أن نتلافى ذلك في الدورة القادمة. الآن بالنسبة إلى الفكرة فكرة الجوهر الفكرة اللي هي الهوية العربية بين الوحدة والتشظي يعني البعض قال لا ما في هوية الشظى لا في هوية الشظى هذا هي كنا نحاول أن نطرح معضلات حقيقية معالجة المعضلات الحقيقية وليس فقط أن نتغنى بالهوية العربية الجامعة الغيرة القومية غير. كنا نريد أن نكشف ما هو تحت السطح ولذلك وهذه مشكلة لأن عندما كنا نريد باحثين يطرحون إشكاليات الهويات الفرعية الدينية المذهبية القومية لم يطرح هنا إشكالية الهوية الكردية الأمازيغية الأزيدية إلى غيرها كنا نريد كل هذه الإشكاليات الحقيقية التي تواجه الطائفية المذهبية الجهوية المغرب العربي هوية بوادي النيل هوية المغرب العربي المغاربي أو ما يسمى الخليج الخلاجنة المصاروة الغير كلها هذه تسميات طبعا نحن نسمعها يوميا وهي موجودة وغيرها كنا نريد من يتكلم عن هذا الشيء والبحث يمكن عبد الله جناحي هو فقط هو الذي تناول هذه يمكن المسألة وكنا نتمنى هذه إشكالية لأن أحيانا نحن نتهيب من طرح الإشكاليات الحقيقية ونعترف فيها طبعا أنا لا أقول أنه هذه القضية المشكلة الثانية نحن كنا نريد أن
المساهمين يكتبون أوراق في مواضع محددة في المحاور، ولكن ما نستطيع أن نعمل. بعضهم يقول لك أنا هذا اللي أكتب فيه، هذا الذي سأستطيع، ولذلك لا تجدون تطابق ما بين الأوراق والمحاور. لكن ليس معنى هذا أن الأوراق لم تغطي كثير من المواضيع، غطت تقريبا معظم المواضيع، ولكن كان بالإمكان أفضل لو صار هناك في التزام بالمحاور. الآن ما طرح في هذه، أنا أستطيع أن ألخص طبعا في أوراق أمامكم، وفي ساعة الآن كم ساعة من النقاش، يعني تقريبا يجي 6 ساعات من النقاش، عندنا تسجيلها سنعمل على غيرها. لكن ما أستطيع أن أقوله بأن صوت البحث التقييم الموضوعي غلب صوت العاطفة. في كثير من الأحيان نحن نحول ندوات إلى مهرجانات خطابية، كان فيها شوي خطابات الحين هنا سمعناها خطابية وغيرها، لكنها لم تكن هي الطاغية. كان هناك في مقاربات فكرية، مقاربات تحليلية إلى آخر ذلك، في اختلافات، لأن الموضوع الذي نتصدى له هو مشكلة كبيرة. أهمية هذه الندوة أنها تأتي في وقت تشظت فيه الهوية القومية، وأصبح هناك في حرب دامية، صراعات دامية في كل بيت، في كل قرية، في كل بلد، في كل غيره. لأول مرة يمكن من تاريخ، يمكن هولاكو، من عصر هولاكو، ما شهدنا ما نشهده اليوم من حروب طائفية وحروب قومية وحروب قبلية وإلى آخر ذلك. والمشكلة مو الحين حرب السيف والنبال والرمح، الحين بالصواريخ، ولذلك هذه خطورتها. يعني مدن تاريخية تدمر، حلب تدمر، هذه المدينة كمثال يعني، طبعا والبقية تأتي. فهذه هي أهمية من إعمال الفكر بدون تعصب، بدون خلفيات، خلاص أنا عندي أريد أثبت نقطتي. هذا الموضوع هو بداية، الحقيقة ما طرح، هو بداية يمكن في حاجة إلى، يعني أكيد إحنا ما بدأنا من الصفر، في ناس أكيد ناقشوا، ولكن أعتقد أن هذه هي أول منتدى حول هذا الموضوع بشكل خاص. وأنا الحقيقة باسم اللجنة التحضيرية باسم وعد، يعني أشكركم جميعا، أشكر الجميع على مساهمتهم سواء بالأوراق، وأعتذر ونعتذر كثيرا للي يمكن ما يعني بسرعة تجاوبنا معهم، وأعتذر لمن يمكن كانوا يرغبون ويحضروا ولكن ما عندهم كانت. كنا نود من المغرب، يعني ليس هناك حضور من مصر وغرب، هذا طبعا قصور. وإحنا كنا نقول بأن الحاضرين أيضا عندهم اجتهادات وما دام هي القضايا الفكرية، لكن كنا نود فعلا في بلدان غائبة، إما بسبب الإمكانيات أو بسبب القمع أو بخوف إلى آخر ذلك، هناك عوامل عديدة. ولكن بشكل عام أنا اعتقادي بداية كما أراها موفقة، ومرة أخرى أشكر لكم على هذه المساهمة.